الطالب علي أبو زينب. الطالبة ربا محمد شديد. روزان أبو صفية. صفاء محمد نايفة. سجى أمين عوض. هذه الدورات تم تخريج 450 خريج، 540 خريج لعدة دورات قامت بها الغرفة التجارية وعلى نفقة الغرفة التجارية. احنا مهمتنا في الغرفة التجارية محاولة انخراط المدربين الجدد في الحياة العملية لتسهيل انخراطهم في سوق العمل. احنا في عنا دورات قادمة ان شاء الله في خلال الاسبوع القادم، في هناك دورات مهمة رح تكون في قسم منها يشارك ويدفع منها المتدرب، لانها هي دورات بيقدر يحطها في السي في تبعه. فانا ان شاء الله في دورات، اربع دورات جداد راح يبلشوا الاسبوع الجاي. اليوم في عندنا فعاليه تخريج مجموعه من الطلبه الخريجين من الجامعات اللي التحقوا بمجموعه من الدورات اشرفت عليها الغرفه التجاريه بالتعاون مع العديد من المعاهد. طبعا هذه الدورات بتصب في صقل شخصيه الطالب، في بناء قدراته، في رفع كفاياته المهنيه، بحيث انه يقدر يلتحق بسوق العمل وهو على درجه عاليه من الكفاءه. بنعتز طبعا بمؤسسات البلد الداعمة اللي بتعمل على رفد البلد بأبناء طيبين وصالحين بيقدروا أنهم يتولوا مناصب قيادية ويقوموا بأعمالهم على درجة عالية من الانتماء. عندنا هون الدورات اللي أخذناها في الغرفة التجارية ساعدتنا. أول إشي إحنا بنتعلم بالجامعة في تخصصنا في الإدارة وكل شيء نظري، تعتبر هاي الدورات تطبيق عملي لكل إشي أخذناه في الجامعة، زيادة في إشياء ما أخذناها بالجامعة أخذناها هون إضافية. مثلا تعلمتنا إنه كيف نتواصل مع الناس، تعززت ثقتنا بنفسنا، ما نخجل لما نطلع على العمل، كيف نتهيأ للوظيفة، مثل هيك يعني.